مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذه الليلة. مطرنا بفضل الله ورحمته تأثرت البلاد بحالة مطرية بداية من الساعات الأولى من فجر اليوم واستمرت حتى هذه اللحظة. تفاوتت كميات الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة وكانت غزيرة على بعض المناطق. سجلت أعلى كمية أمطار حتى هذه اللحظة بداية من منتصف نهار يوم أو من ساعات الفجر الأولى من اليوم الثلاثة، تقريبا تجاوزت 45 ملي في بعض المناطق. كانت في منطقة الرابية السكنية كذلك مطار الكويت الدولي 43 ملي. أيضا تفاوتت كميات الأمطار في مختلف مناطق البلاد ما بين 18 ملي إلى 34 ملي. أمطار كانت جيدة على معظم مناطق البلاد، الآن في هذه اللحظة انتهت الحالة المطرية. أمطار خفيفة جدا على بعض المناطق الجنوبية، أيضا الرياح الجنوبية شرقية تحولت للرياح الشمالية الغربية في هذه اللحظة مع عبور الجبهة الهوائية الباردة. راح نلاحظ انخفاض في درجات الحرارة. كذلك مقارنة مع درجات الحرارة في يوم أمس سجلت على درجة حرارة 33 درجة مئوية، اليوم سجلنا في منتصف النهار أعلى درجة حرارة 19 درجة مئوية. هذا كان كله بفاعل أو بفعل الظروف الجوية اللي مرينا فيها. كذلك ابتداء من هذه الساعة بعد منتصف الليل راح تبدأ الأجواء بالاستقرار، كذلك فرص الأمطار وكميات السحب تقل تدريجيا. باكر إن شاء الله في يوم الأربعاء أجواء جدا معتدلة، السماء غائمة جزئيا، درجات الحرارة معتدلة. كذلك أيضا يوم الخميس تستمر الأجواء المعتدلة، تعاود ويانا بمشيئة الله الفرص الأمطار في نهار يوم الجمعة، تستمر خلال فترة نهار يوم الجمعة مع رياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط على فترات. أيضا كميات السحب المتوقعة في عطلة نهاية هذا الأسبوع متوسطة بشكل عام. درجات الحرارة إن شاء الله راح تستمر ويانا معتدلة في النهار، تميل إلى البرودة بالليل. أيضا الرياح راح تكون رياح معتدلة شمالية غربية من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. أعزائي المشاهدين أشكركم على المتابعة، والآن نعود إلى الزملاء في الاستديو.